السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. راك خويا لاباس والله غاية عندك مشكل في لا كونيكسيون برك. ماما مو مليح هاك، زابت ماما مو مليح هاك. تفضل تفضل. أولا مبارك الملاك ماي مخلف يوم الفوز تاعها، ميدالية ذهبية الجزائر، كل اللي يعرفوا القيم الإنسانية في العالم. ثانيا نتمنى لك، الناس اللي يعرفوا القيم الإنسانية في العالم، قصدي مبروك على الإنسانية في العالم، ميدالية إيمان خليف. ثانيا أنا جيت نتمنى لك الهداية إن شاء الله. أنت مثلي خويا. أنا نعم، انت تقول قيم الانسانيه وايمان خليف. دونك قيم الانسانيه بالمنطق تاع الناس اللي يساندوا ايمان خليف، اللي هو اللوبي تاع الاي جي بي تي كيو، كما قال ممثل روسيا في الامم المتحده، هو يعني الناس اللي يدعموا المثليه. هل انت تدعمها من هذا الباب ولا من باب واحد اخر؟ يعني من حقك، من حقك. انا من دعاة الانسانيه حتى ليك انت، لانه انت يا شفتي الزهراء. كنت تقول على الدين، كنت راح تحكي على الدين، تسمى تدافع عليها من باب ديني. من باب ديني، من باب الاخلاقي، من باب الوطني، من باب ندخلوا في الدين يا خويا. انا ما نحكيش على الدين اليوم، والله غير نحكي على الدين. كيفاش تساند ايمان خليف من منطقة منطلق تاع الدين باش نفهم برك؟ شوف انت يا من 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 حيث الذكاء الاصطناعي، الشعب الجزائري عاد ما يامنكش، فهمتني؟ حتى اللي كانوا معك من الحديث هذا، الناس يقولوا راك تهرب هيك. لا لا، حنجاوبك. انا نحكي الذكاء الاصطناعي، باسكو انا يعني الانسان، انا زدت راجل ونبقى راجل ونواجه، ما عندي حتى مشكل. انت راك تساند المثليه، من حقك. دونك يعني شوف، هل منطلق الديني او الدين حاجه مهمه جدا؟ انت حكيت على الدين، ما تكونش مدلس. كيف تدافع على ايمان خليف من منطلق ديني باش نفهم برك؟ انا حاب نتعلم الدين تاعي ايضا. تفضل. في الدين انت القذف على بالك ماشي. ايمان خليف كيف تدافع عنها؟ ندافع عنها من القذف، لانه الله عز وجل ورسوله قالوا باللي باش تقذف انسان لازم يكون 24. الدين الاسلامي في المسترجيني، واش يقول الدين الاسلامي في الاستنجاء؟ شوف يا اخي، ما كانش مسترجيني. انت وانا على بالنا باللي ايمان خليف فاتت. انت يا ضد النجاح في الجزائر. شوف، حاجه الاولى. حاجه ثانيه، انا نتمنى لك ليك انا اتكلم عن الانسانيه بالنسبه ليك. يعني اسمع الهدايه بالمنطق تاعك، حكمها ليك صديقي باش نقول لك. يعني صراحه شخصيا عندي ليك نشوف الصور. راه يقول لنا اخونا باللي ما كانش استرجال. على كل حال بدنا نشوف تراش، كاين واحد الصوره سبيسيال خاصه ليك وحدك انت. شفت الاداءات تاع كينيا؟ شفتهم ولا ما شفتهمش؟ الاداءات تاع كينيا، تاع اثيوبيا، شفتهم؟ خويا انا اساند مره اخرى حريتك في الدفاع. معليش انا مانيش ننفي في هذا، رانا شفنا الصور، رانا شفنا المنطق تاعك، وحريه كامله لك. شكرا لك اخويا. ما انسانية، ما كملتلكش. على بالي باللي راح تهبطني. على بالي شكرا خويا. اسمك بلو. قبيح عليك والله، غير قبيح عليك. شوف انا خليني نكمل. بلو خويا، انت انسان قبيح. انا مانيش جاهل، انا عندي ليسونس في العلوم السياسيه، فهمتني؟ شكرا. علوم سياسيه؟ نعم، في جامعه باتنا. جامعه الحج الاخضر. نعم. مانيش. شوف انا، ما شوف انا من يوم انت هذا هو السيستم تاعك، تطلع تضحك الناس، ومن انت انسان تاع سيرك، فهمتني؟ وانا نتمنى لك كيف شويه تاريخ فكر سياسي بما انك دارس في العلوم السياسيه. شوف انا جيت نتمنى لك ليك ثاني. انت دارس في العلوم السياسيه. شوقي بن زهرة ناشط سياسي، حاب يحكي معك في تاريخ الفكر السياسي. مانيش ناشط سياسي، تاريخ الفكر السياسي. انا وانت نحكيو تاريخ سيدي صاحب الشهاده في العلوم السياسيه. حاب نتكلم معك في موضوع نظري اللي هو تاريخ الفكر السياسي. تفضل اطرح لنا موضوع نتكلموا عليه.
انا بغيت نطرح موضوع اللي هو فرنسا كي كانت هنا في الجزائر. جامعة الحج الاخضر تخرج لنا بيلو صاحب الشهاده في العلوم السياسيه ما يقدرش يتكلم في تاريخ الفكر السياسي. شكرا لك بيلو يعطيك بطل التعليقات. شكرا لك. وباش تشوفوا بلي ما نظلمش انا، ما نستهزئش بالناس يا اخي. هو اللي قال وحده جنى على نفسه، قال لي راهو عنده شهاده في العلوم السياسيه، قلت له نحكيو تاريخ فكر السياسي ربط طار، قال لك ما نحكيش، قال لك نحكي على ايمان خليف بيلو. يا ولو انه بيلو يدافع على ايمان خليف سامي طومبا. اجمعوا راكم تقولوا على شوقي بن زهراء ماهوش ناشط سياسي. كي نحب نحكي معكم سياسه ولا تاريخ فكر سياسي وهذا دارس حاصل على شهاده في العلوم السياسيه ما يقدرش يحكي في تاريخ الفكر السياسي. افضحني، اكبر فرصه باش تقوم بتعريتي تسمى في اللايف هكا واحد ما يزيد يسمع لي يقول لك هذا شوقي بن زهراء يتمسخر، هذا ما كانش مستوى. شفتوا جامعة الحج الأخضر واش تخرج؟ هذه جامعة باتنا، تخيلوا باتنا فيها جامعة. عباكم بلي أنا لما حصلت على شهادة البكالوريا بعتوني لجامعة باتنا. شوف رحت دخلت 30 ثانية أوربا، أنا درت أوربا الطهر، أنا انسحبت هذاك الوقت. قلت لهم لا، قلت لهم ما نقراش وما نقراش في الجامعة هذه، ديجا باتناك على بالك باتنا، مي بون ما عليناش، تقدر تتحمل ولاية إذا كانت الجامعة على بالك. وصلت والله 30 ثانية أوربا الطهر، قلت له مش ودي جامعة ولا وهون الدليل اللي طلع معنا. لو كان درست في جامعة الحج الأخضر بالك، لو كان راني كيما بلو، وكان دوك راني مسمي روحي شوكو ولا، ونطلع انا في اللايفاتك ندافع على ايمان خليف. استر ربي يا جدك، استر اكيد درت حاجه مليحه في حياتي باش عفاني ربي من جامعه باتنا. والله درت شويه الخير يعني، باش سورتو كي كنت صغير اكيد هذاك شفع فيا. جامعه الحج الاخضر يا اخويا، لا هي شوف واحدة وبلاك كتب قسنطينة. شوف قسنطينة، الجامعة تاع قسنطينة ملها ليلي على الهواء الطلق، بصح لاباس راك تعرف الملها الليلي ديما ديما تقدر تحكمها كشوكة، تقدر تقرا شوية، تقدر ساعة ساعة تلقى أستاذ فيه شوية النفس هكا، تلقى شوية إطار هكا لاباس. بصح جامعة باتنا صاحبي، ما دي راني نقول لك جامعة قسنطينة يعني تقدر تقول أكبر جامعة في الجزائر، يعني أهم جامعة في الجزائر يعني تاريخيا، وكارثة فيما بالك جامعة الحج الأخضر في باتنا. روح من بعد حوسوا عليك ما تلقاو بحث علمي يخرج من جامعة الحج الأخضر، تلقاهم يدرسوا على غرس الفضلات في مخيمات تندوف، تدوير الفضلات، مخيم الرابوني كانش وري حقيقة راه بالجانب تاعي هذاك الساخر، لكن راي او كارثة ما تقدروش تصوروها يعني. الجامعة تاع باتنا سي انكرويابل انكرويابل يعني الكوارث اللي فيها، تدخلها تعرف إقامة الجامعية كيفاش عليش عليها، يخرج لك واحد عنده شهادة في العلوم السياسية ما يقدرش يتكلم على تاريخ الفكر السياسي بجديات العلوم السياسية. مساء الخير، تفضل.
مساء الخير. تفضلي. شوف، انا حبيت نقول واحد العفسه برك. انت يعني معارض، أنا مثلا انت معارض سياسي، هذه فهمناها، انك تعارض السياسه ما الى ذلك. بصح يعني قضيه ايمان خليل فضحاتك. انت ضد كل ما هو جزائري، واضح، الله اكبر. بين ما حملتش تشوف عالم الجزائر يرتفع في باريس. اختي، انا نهار في 7، انا في 7 اكتوبر قالوا لي راك تفضحت في قضيه فلسطين، درك زدت تفضحت في قضيه ايمن خليفه. انا كل عام نتفضح 20 خطره، راني تفضحت انا عندي سنوات. سختو هذه بعد، كيفاش ما حملتش تشوف بنت بلادك طلعت الاعلام وجابت ميداي دوغ، اختي انا على سيادك كل الاوروبيين اللي راك تطبل لهم. نقول لك انا على عكسك، انا عندي قيم ومبادئ واخلاق. قيمي ومبادئي واو. واخلاقي اسمى من انني نروح نفرح بميداليه ذهبيه. قال ما قرروا الجزائر هذه اللي صارت مزبله كبرى، رانا حققنا انجاز. لا، الانجاز كي نحقه نحقه حقيقه بسواعي الجزائريه وبشرف، ماشي بالطريقة هذه. وسكتت كاع اللي قالوا عليها. ذاكر كيليان مور فرنسية جابت ميدالية ذهبية شرفت بلدها فرنسا، لكن هذه إيمان خليف أنا بالنسبة لي لا مكان لها في الرياضة النسوية مع ملاكمات. نقطة رجع وعلاش؟ الصدق. وعلاش؟ وعلاش ما عندهاش مكانة؟ ما شتهمش وما كاع عندهم هذوك. لأنه ما كانش تكافؤ تاع فرص. اللجنه الاولمبيه يلقاوها ما كاش تكافؤ ويخلوها. وكان ما جيتش تكذب، باباها ورا لهم حتى الكارنيه فامي بلي انثى. اجد كل حاجه، حاقد على كل حاجه تاع الجزائر، كل حاجه زعما تهدر غير بالسلبيه. تاخذي الشهاده تاع انت بالنسبه لك الشهاده تاع والد على ابنته هي امر يؤخذ به. كارنيه فامي يا بنادم، كارنيه فامي وراه ورالها ورالهم. تكلمي على بلد راكي تكلمي على بلد زورنا به شهاده طبيه تاع رئيس لمده 10 سنوات، وهم يقولوا لنا بشهاده طبيه بانه في كامل قواه العقليه والجسديه. سمعتك على حسابك، حنايا قاعدين في الكارنيت فامي، حنايا كامل نوما موضوع. لا راني نتكلم على حاله احمد خرط، كل حاجه انت عندك مزوره، كل حاجه عندك رياضيه. راني نتكلم على حالة تاع رياضية، حاولي بقي في مستوى لغوي محترم شوية وتعطي روحك الصورة مليحة للأنثى الجزائرية، بأن الأنثى الجزائرية تحافظ على أنوثتها. معك أنت والله وتكون ما عندها القدرة، تكون عندها القدرة. معايا اسمعي، معايا أنا بزاف تطبل لهم للغرب معايا أنا ولا مع أي واحد. روسيا، كل حاجة تنتقد الجزائر راك معاها تطبل لهم. نخلصوك أنا ماشي أنصار النظام اللي قالوا، اللي كانوا يقولوا روسيا الشقيقة وتبون قالك روسيا الشقيقة. التطبيل هذا بطل ولا مخلصينك؟ هي جابت ميداي دور فرحت بلادها، أنت واش درت؟ من غير النقد. تغيرة نديروا معاك فاصل إشعاري. مرة الجزائر كاع فخورة بها اليوم، وأنت ما درت والو غير النقد. السلبيات زايد، غير سلبية، واش غاير منها؟ عيب. عيب عليك انت تاني دادا سبور. على قول انت على مثلا نشوف جسمك هكذا مع احترامات ليك، نقول بالك انك انت انت. انا لو كان نشوف الشعر. جسمك هكا بالك نقول انت، بصح انا ما نقولش عليك انت يا خو، باسكو هاك تبين انت راجل. بصح انت يا ايمان خليفة دير سبور، عندها 20 سنه وهي دير سبور اوتوماتيكمون عندها دوما اوتوماتيك لي ميسكل وكلش، وما شتش هل تقدري ولو انه انت ما نلومكش. البارح طلع معنا واحد ما يسكتش، بصح هذاك المشكل انه انت عندك هرمونات ممكن راهي مأثره عليك، راكي ما تسكتيش. لا وما نلومكش لانك انثى انت. هي هاي الصور اللي يشوف. نعم عاودي لي الكلمه. زله ما خصها والو، شابه ما خصها والو. تحيا ايمان خليف، تشرفت الجزائر وجابت ميداي دور. علاش ضحكتي كي قلتي الكلمه هذه؟ موت بالقنطه، موت بالقنطه، جابت لنا ميداي دور. قولي لي برك علاش ضحكتي. انتيا كاين انتيا وترامب، وشكون تانيك هذيك طليانيه واليوم ماتوا بالقنطه، وهذاك يا ربي منصه تاع تويتر. يا هيا بيني وبينك علاش ضحكتي كي قلتي الكلمه هذيك؟ وشنو؟ علاش ضحكتي؟ عاودي لي الكلمة هذه كنت تشوفي في الصورة. لا شابة بصح أي رياضية يجوها لي مسك. أنت زعما تكشت عندها لي مسك خلاص راجل. ماشي المشكل في كامل. وهذيك تانيك اللي درت معاها لا فينال عندها لي مسك.
باسكو اللي يدير الرياضه تاع هادي تاع البوكس يخرجوا له لي ميسك، ما عندها حتى علاقه. هي شغل ردت عليهم بالنجاح تاعها، سكتتهم هكذا، وانتوما موتوا بالقنطه من الاخر. اعداء الجزائر، اعداء انجازات ابناء الجزائر، موتوا اختي بالقنطه. صراحة الضحكة، الضحكة تاعك هذيك كي قلتي الكلمة هذيك تكفيني أنا. شكرا لك. موت بالقنطة، موت موت. تحيا إيمان خليل، شكرا يا اختي، حب شكرا صح. شكرا صح. هاي للأخت هذه. ما تقدرش ميم تقولها هكا، بصح تجيك من بعد على بالك في قرار نفسك بالواقع، ما تبي با. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. خويا نعم. الصوت الصوت خويا، الصوت راك بعد. وهكذا تسمعني؟ جود. بارك الله فيك. قلت لك نعم، قلت لك رانا فخورين بإيمان خليف، ميدالية ذهبية ثانية، وإن شاء الله غدوة في 800 متر عندنا هذاك السباق السنجاقي ولا أو راح ينتروزيا ميداي. عندنا ثاني واحد مسابق في 800 متر غدوة لافينال في النهائي. سامحني، راك مدير التصويرة تاع العربي بن مهيدي؟ نعم. ولا المشكل بشكون تفتخر اليوم؟ مفتخر بإيمان خليف. ندير التصويره تاع العربي بن مهيدي. اي واش حبيت ندير نورمال. العربي بن مهيدي الانسان اللي واش دارت له فرنسا؟ قتلاتو، هدماتو بيجار، جنرال بيجار هو اللي قتلو ولا شكون؟ تما بكري كنا الجزائري كان يفتخر بالعربي بن مهيدي، بالعقيد عميروش، بعبد الحميد مهري، بفرحات عباس، محمد بوضياف. دركا الجزائري عاد يفتخر بإيمان خليف. هذوك شهداء ربي يرحمهم ونفتخروا بهم في هذاك الوقت، وهذا الوقت على كل حال، والإنجاز الرياضي كبير على بالك، ميدالية ذهبية حاجة كبيرة في الرياضة العالمية. ولو كانت ايا كان ايا كانت الطريقه، الغايه تبرر الوسيله. على كل حال انا سمعت المداخلات ديالك، كما قلت انت يا يقدروا يديروا بارابور طو تاع التستوستيرون تاع النساء، يقول لك بالك كاين الليميت، مي ميم في هذيك الانستيتيوسيون ليبا هذه ما كانش هذا القانون. فهمتني يا الاخ؟ انت ما تقدرش دير قانون، دير معامله بلا قانون. كيما قلت وليك كروموزوم، القضيه تاع الكروموزوم هذه كيفاش نديروا معها؟ باسكو القضيه تاع ايمن خليف راهي تتجاوز الهرمون يعني، والتستوستيرون راهي رايحه ابعد من ذلك. على كل حال عندك اشكاليه اكبر من هذا. على كل حال نعاودوها المره الاخيره والاولى والاخيره، واحد ما عنده لي ريزولطا الطبي ديالو، كان هادو لي با عندهم دي زاناليز، بصح ما كاش تحاليل اخرى اللي تبين على الطو تاع الكروموزوم ولا، فهمتني؟ وما كاش قانون يا الاخ شوقي، كاين قانون يا با دو في ميسون في، يعني ما كانش دولار اذا اقصيت من المنافسه السابقه، سكو كاين سبب كومام يعني. رانا نشوفوا العين تاعنا احنا لما نشوفوا دونالد ترامب، لما شاف هو ما يعرفش هذه ايمن خليف ولا الاي بي اي ولا اللجنه الاولمبيه، هو شاف بعينه وهضر. وانا كي نشوف بعيني كاع المنافسات، لا ماجوريتي ماشي كاع، كاين بزاف منافسات عندهم الهيئه تاع راجل، ايزون با دو بوترين، ما عندهمش الصدر. القضيه ماشي سامحني والله عليها راك معايا، معليش اخ نتناقشوا نقطه بنقطه. هل انت كي تشوف الرؤيه كاين بزاف منافسات في الملاكمه، وين تلقى عندهم هذا لا مورفولوجي، هذا لابارونس سي فري ولا لا؟ كيما الصينيه كيما التايلانديه ما عندهمش صدر، خاطش ما على باليش
كينهضروا شوف كينهضروا اكتهضر دو فاسون ان بو كرو ونروح معاك انا بقى بكلمات يعني مباشره محترمه لا لا محترمه كرو سي با كرو يعني حاجه شغل بكلمات مجرده بغيت يعني خام ما فيهاش لا لف لا دوران ولا راني جاي معاك القضية ماهيش مرتبطة بالصدر أصلا كاين النساء تلقى ما عندهمش صدر بارز ولا وعادي تلقاها بكامل أنوثتها راه كاين حالات واحدة أخرى اللي من خليف القضية طرحت على إشكاليات واحدة أخرى على مظاهر إذا تكلمنا على ما تراه العين المجردة لماذا إيمان خليف بالضبط هي اللي صارت عليها القصة هذه كامل وماشي على رياضيات أخريات وأنت راك تقول كاين حالات أخرى لماذا إيمان خليف بالضبط العالم كامل إيلون ماسك جورجيا ميلوني دونالد ترامب هذاك مورغان بيرس ما كانش واحد في العالم ما قالكش وخصوصا الناس المحافظين ما قالكش باللي ما يمكنش ما تقدرش تتقبل صور مثل هذه هذه كاين سبب كتكمل جاوبك شوف لونسيرمون كان صرات هذيك تاع ليبا هذاك كي لون اليميني قصاوها وزادت هذيك الإيطالية زادت عليها بدات تبكي وطاحت وكذا على بها سامبليفي ليستوار انا اقول لك جاوبني نبداو باش نتفاهموا هنايا اي طاباري لا لا بصح تقدر تجاوبني على السؤال هذا انا نجاوبك على السؤال والله ماني راح نهرب والله ماني راح نهرب منك راح نقول لك برك القضيه هنا اولا ماهوش نقاش قانوني لانه هنا المبدا المنطلق اللي انطلقوا منه الناس كامل هو انه كاين مشكل مع اللجنه الاولمبيه هذه هذا هو الاشكال هنا راهي القضيه اي قضيه تسمى مبنيه على تعقيم قضيه ايديولوجيه لهذا الناس اللي من التيار المحافظ اي غيزون دو بلوس مي هذه هي درك نتايا انا نشوف دقيقه انا نشوف درك عالم مانيش حاب نعيش فيه اللي تمثلوا الصوره هذه تاع ايمان خليف واش راح ندير راح ننتفض ضد الصوره اللي شفتها كما داروا دونالد ترامب واخرين هذه هي القصه وما فيها قول لي الصينيين اسكو هما محافظين على هذه الامور او لا نعم بارك الله فيك وعلاه الفيدراليه ديالهم ما دارتش دي ريزيرف وعلاه الفيدراليه الايطاليه ما دارتش لي ريزيرف هذا سؤال نقدر نجاوب جاوبني عليه علاه اللي تنافست معاهم ايمان خليف وكاين هذا الموضوع علاه ما ايزون با ايمي دي ريزيرف كما داروا في ليبا هما مثلا لو كان تاخذ حتى المتنافسه الايطاليه في حد ذاتها راه اعتذرت من بعد مع الاخر شفت الاعتذار تاعها بالفيديو ما يهمنيش بصح اسكو علاه ما داروش تما يعني راح نقول لك علاش الايطاليه اعتذرت ماشي لانها اخطات لانه عندهم هما كامل راهم اعضاء يعني في هذه اللجنه الاولمبيه هي تمثلهم تما ما يقدروش عندهم التزامات عندهم عقوبات ممكنه التصريحات راهي متحكم فيها ما تقدرش تصرح باي شيء لكن قلت لك هذا سي ان كومبا كي مني هذا لو القضيه هذه تسمى يعني النضال في القضيه هذه هو في جانب ايديولوجي وجانب فكري انا هذه القضيه راني متبنيها يعني مش نقول لك بلي قضيه قانونيه قضيه قانونيه سي طريق راه واش راك تتكلم وكان جات الامراه زادت الطفل ودارت لا شيروجي كيما يديروا الناس دارت اون ترانسفورماسيون نكون معاك نقول لك هذا رجل وقامت بعمليات وما عندهاش دروا وسي غراف مي سي طريق غراف طفله اليني في son système génital il est considéré comme femme انت واش حبيت راك فاهم انت راك واش راك انا ما نقدرش نعرضك حبيت نفهمك برك اسمح لي كمل حبيت نفهمك انت كياك تقول هذا الدومين ال جي بي تي ولا راني معاك هذو الناس اللي يديروا العمليات اللي فهمت هادي سي ال جي بي تي بصح وحده زادت فام عندها ان كروموزوم اوم ان بو الفي ولو طو دو تستوستيرون هادي امر واحد اخر هي ان با شونجي دو سكس دونك يتحب نهضر معاك ترو كرو كاع
فهمتي علاش؟ اولا راك عندك خلط في هذه القضيه تاع ال جي بي تي و جي بي تي كيو الخرطي هذاك، راه ماشي قضيه تتبدل الجنس تاعك، راه كاين ناس مثلا درك هذيك الخطره واحد قاعد يشرح لي قال لي درك راه كاين تسمى اللي يعتبروا نفسهم نون بيناري، يقول لك ما هو راجل ما هو امراه، درك العالم هذا راه كاين تحولات على ترجمه موجوده كما هي. دوك انت يا في الوقت هذا تقدر تتخدم، انت راك تساند في ايمان خنيف كيما اميره بوراوي بالمنطق تاع أميرة بوراوي اللي قالت لك الدكتورة أميرة بوراوي من حقها يكون رأيها أيضا، اللي قالت لك باللي إيمان خليف من حقها أن تكون امرأة. بارك الله فيك. واش قالت أميرة بوراوي؟ أنا نقول ليس من حقها إذا لم تكن امرأة وحدة ما يشاء، ما عنديش ملف الطبي أنايا. أميرة بوراوي بحكم أنها طبيبة قالت لك باللي عندها واحد الإشكالية وقالت لك باللي هذه إيمان خليف من حقها أن تكون امرأة. دونك سي با اون فام. سي شوقي ميم كيليان مور إلا إيتي أدميز في لا فيدراسيون ألجيريان صافي عامين صافي سنتين، أني نسمع فيك تانيك تقول تكلم كيليان مور كيليان مور سي غراس الجزائر الفيدرالية الجزائرية اللي قامت بالتحضيرات ديالها صافي عامين سنتين دو 15 أ 17 أون غراس هاد لي زونترينمون ولات راهي شامبيون ميداليه. لي فرونسي ما كانوش اي كروي با اون ال، قال لك هاديه خلاص هادي بليسي خليني نكمل من فضلك يا الله. انا نهضر في باحترام، ما هضرت انا نسمع فيك وما هضرت. شوف جامي نسب ما حتى مشكل ما با ما هضرتش ما الكلمات اسمع ما من الكلمات تاعنا هذوك اللي يهضروا بهم اللي يجوزوا ما نتكلمش بهم انا. شوف صافي عامين خاش تبات انت قلت لا لا والوزيرة انترفونات وفي ضيرالية وقد على صح انت بقى لك عبك شكون هذا الكورر تاع 800 متر كي يديها يا درا واش تخرج لنا من خرجه واش تقولنا تقولنا دوبا ولا بلا تشوي عبك واش راك وليت ضد الشعب يا شوف حسن قبل ما نوصلوا للشعب ما تخلينيش نهضر على كيليان مور هاك تظلمني هكا هيا تفضل لا صاحبي زد فضلك نديو نجيبو جوستومون انا ونستي برك ماشي باش نقاطع كيما انت راك تهضر محترم ما نقدرش انا نقاطعك برك باش تكون تفاعلي النقاش تاعنا انت يا ماكش باين لي بلي انسان من النوع هذاك اللي ينكر الخير تاع الناس راني غلط ماكش ناكر خير انت يعني على بالك اكره حقمي ماشي مشكل كمل معليش خليني ديني على قد عقلي دركا السيده كاينه واحد السيده اسمها اميلي وديا كاستيغا وزيره الرياضه الفرنسيه تدخلت شخصيا من اجل انه كيليان مور اللي الفيدراليه الفرنسيه منعتها من تغيير جنسيتها الرياضيه قبل ما تمر السنه هذيك تاع القانونيه دخلت باش كيليان مور راحت لعبت مع الجزائر وجات لعبت مع الجزائر دونك حنا لازمنا نشكروا وزيره الرياضه الفرنسيه هذه اللي دارت فينا الخير الكبير هذا لو كان ماشي اميليو ديا كاستيغا لو كان كيليان مور عمرها ما لعبت للجزائر في الالعاب الاولمبيه دونك فرنسا قدمت لنا هديه ماكش نكر الخير انت تشكر وزيره الرياضه الفرنسيه انا ما نشكرهاش خاطر نقول لك علاه ما نشكرش علاش خاطر هما رفضوا ان تساهم تقوم كيليان مور باللعب دو بارتيسيبي في هذه الاولمبياد بالعالم الفرنسي قالوا لها بلي راكي بليسي وهما بورتون كاين دي شيرجيان قالوا لها تو ابت ا روبخوندر باسكو دارت شوف ميم لي زوبيراسيون سيتي بارابور ان تروك دو كرواسونس وصافي عامين سنتين قالوا يا ودي انت ما تشاركيش تما جات الجزائر سيتي با ان اتليت اللي جا راح يشارك من اجل فرنسا وقاتلوا فرنسا دوك نديروا الخير في سيتي هنا درت لي واحد خليني نكمل ما هربت خليني نكمل سيتي با ان اتلات ابت اللي جا راح يشارك يقول لك لا شوف يا كيليان مور انت ما تشاركيش معنا فرنسا باش نديروا بليزير للسيتي بون عيط لي ماكرون روحي تلعبي الجزائر ما كانتش مقبوله لتشارك بالعالم في الفيدراليه الفرنسيه منعت كيليان مور من تغيير جنسيتها الرياضيه صحيح ام لا سي اونكور بلو غراف اي فولي بريزي هاد لافي ما خلاوها تلعب اي فولي بريزي اسيدي نمشي معك هذه الفيدراليه هادو راه مشوطه ها مرفضو راني معاك جاتنا المنقده ربي كتب لها دار النور هذاك تاع وزيرة الرياضة الفرنسية اللي عينها إيمانويل ماكرون بارك الله فيه وعطات لنا هذه كيليان مور على طبق من ذهب شكون نشكروا أميليو ديا كاستيغا
نديروا لها نورمالمون تمثال في قلب الجزائر العاصمه، صح ولا لا؟ لا ما عليناش سيدي الديطاي، معليش انا نشكر معاه نجي مع الاخر واحد سي با ان ديطاي خويا، نشكروها. شوف لو ديطاي كيا، شوف انا نقدر نساهم معك نقول باللي الجزائريين في الفيدراليه الجزائريه وزاره الرياضه الجزائريه ما عندها حتى يد في هذا الامر، ماشي هما يلون ديكوفر ولا، خاطش هي ترفضت، هي تقربت من الفيدراليه الجزائريه. تحب ندير لك كريتيك اون كريتيك اون بارابور الجزائر واش يقولوا من الجزائر، تعالي نقولها لك، مي باش نتايا تو بيناليز تقول باللي هذه خلاص سي ان برودوي بور برودوي فرونسي، هذه لا خاصها في عامين وهي سو بريبار مع الفيدراليه الجزائريه افيك دي موان الجيريان. تفضل. إذا تفضلك عامين، وعلى بالك باللي الناس هادو من الصغر يبداو دونك 15 سنه في فرنسا، ماشي 15 بدات 5 10 سنين وهي سو فون. المهم ولدت وين؟ في المستشفيات الفرنسية، وكبرت في منظومة فرنسية، ودات المساعدات الاجتماعية الفرنسية، وقامت بها فرنسا وعيشتها وخرجتها الله الله، وحتى على التربية الفرنسية. هذا ستاند ديطاي تكنيك، خاطش باباها يخدم فرنسا، الكوتيز في لاكاس فرونساز، ويما هاتانيك ما داروش فيها الخير، واحد ما دار فيها الخير. سي اون فرونسيز يعني بيغ خالصه، حتى تحب النبيذ الفرنسي، لام بيان لو فان فرونسي، فرنسيه. لا لا لو فان، شوف انت ميم لو فان بالك كيما قلت انت، قلت باك شوبومي وانت على بالك يا انت، شوف دي فوا دي فوا تو كوريكت، جو بو با كيما يقولوا نحكم بلا ما نشوف وبلا ما نسمع بلا عندي المصدر، وانت تولي تيري بركيما. لا انا نصحتها، قلت لها انا نصحت هذه كيليان مور، انها انا نعرف المهابل تاعنا، راك شفت حفيظ الستار كي دار لها الجبه، حفيظ الستار لبس لها الجبه، شعب الله المختار شابعين فيها سبان، قال لك كيفاش تشرب؟ على اساس الناس اللي حاكمينهم راهم يشربوا لاتاي بالنعناع، مي ما عليناش نفوتوا، انا راني مع الحريات، لا لا انا راني مع الحريات تاع الناس، انا هذيك الخطره كاع نضحك، قلت تقول لهم قولي لهم راهو شامبومي هذاك ولا تسمى باش يخليوك. شكرا لك اخويا العزيز، بارك الله فيك، صحة ربي يحفظك خويا، صحة. كيما يقولوا ما تكونش برو الجيريا، ما يكون نوتر، هذا ما كانش انت ما تنساش البوستر تاع اميليو دي كاستيغا في الغرفة تاعك ان شاء الله، هذا ماشي مشكل، شكرا بعد التصويرة ديالي، صح. شكرا العزيز، يعطيك الصحة.